هلو يا جماعة الخير، شلونكم؟ إن شاء الله تكونون بألف خير يا رب. اليوم راح نكمل شرح الفارماكولوجي، وصلنا إلى السيشن اللي راح يسولف لي عن الدراج أو روماتويد أرثرايتس. أوكي زين، أول شيء نريد نعرف شنو يعني نقصد بالروماتويد أرثرايتس. من اسمها ITS معناتها إنه أنا عندي إنفلاميشن، التهاب. زين، هذا الالتهاب شنو هو؟ اوتو اميون. في التعريف مال الروماتويد ارثرايتس is a chronic autoimmune disorder that primary affect the joint small joint. يعني شنو؟ يعني انت عندك اوكي التهاب، وهذا الالتهاب مزمن ومو بس هيك، اوتو اميون يعني شنو؟ يعني ذاتي، يعني جهاز المناعة هو اللي راح يهاجم المفاصل، وتحديدا منه تحديدا الساينوفيال. اوكي زين، شنو السبب اللي يخلي جهاز المناعة يهاجم الساينوفيال؟ لحد الان هو unknown. اوكي لحد الان هو غير معروف. زين نجي اول شيء نريد نعرف شنو الباثوفيسيولوجي مالت من مالت المريض. الباثوفيسيولوجي مالت المريض قلنا هو لحد الان الكوز غير معروف، بس كشي معروف انه انت الجهاز المناعي مالتك بالغلط راح يهاجم السينوفيال ميمبرين اللي هي تحيط الجوينت. زين، واذا هاجمها راح يولد عندي اوتو اميون ديزيز اللي هو الروماتويد ارثرايتس. زين، شنو الاعراض مالت من مالت المريض؟ الاعراض اللي راح يجيني بها المريض اللي راح يجذبني بيه انه هو يصير عنده التصلب الصبح، يعني يقعد الصبح ما يقدر يفتح ايده او ما يقدر يسد ايده. اوكي عنده ستافنس بالجوينت خاصه مالت المفاصل، اوكي ذن السيراميات. زين، وعنده الم وعنده ورم. اوكي زين، الريسك فاكتور مالت من مالت المرض، الريسك فاكتور مالت المرض، هذا المرض منين يجيني؟ قد يكون جيني اوكي، او قد يكون بيئي، تغيرات بيئيه مثل عنده اوكيوبيشن شغل ما ادري منو. زين، او قد يكون عنده تغيرات هرمونيه من ضمنها تغير هرمون الاستروجين والاندروجين. زين، تغير هرمون الاستروجين والاندروجين من الممكن انه تاثر على الشريط مالت الدي ان اي، فراح تولد لي الروماتويد ارثرايتس. يعني معناتها انه هو المرض شنو؟ جيني. زين، كتشخيص للمرض انت شو راح تشخصه؟ اكثر شيء هم يشخصوه بانتي سي سي بي ار اف لعفو. اوكي روماتويد فاكتور، روماتويد فاكتور اللي هو عبارة عن شنو؟ هو الفاكتور اللي راح يحدد، اوكي راح يحدد مثل ما واحد يقول، يعني انه راح يحدد هل هو بوزيتيف اور نيجاتيف، هل هو اكو روماتويد لو لا. الانتي سي سي بي شنو؟ طبعا هذا التست كلش مهم، بحيث انه هو يقدر يكتشف لك المرض قبل لا يصير. اوكي يعني يقول لك انه هذا محتمل يصير بي روماتويد ارثرايتس. الايميجينج شنو؟ انه هو راح يصور مثلا هاي السمول جوينت مفاصل الركبه وكذا، حتى يشوف انه هل بيها ديفورميتي، هل بعد بيها تليف وهاي السوالف او لا. زين، اذا تريد تسوي مانجمنت اوكي او علاج الجماعه الروماتويد ارثرايتس، العلاج بشقين. اوكي العلاج بشقين، العلاج الاول اللي هي الغير استيرويديه، والعلاج الثاني اللي هي الاستيرويديه. الادويه الاستيرويديه اوكي الفكره من عندها شنو؟ انه فقط تقلل الالم وتقلل التهاب، تمام اللي هي الكورتيكوستيرويد. زين، الادويه الثانيه اللي هي غير استيرويديه عندي شورت اكتنج وعندي شنو؟ عندي لونج اكتنج. تمام زين، الشورت اكتنج شنو؟ اللي هي بالمراحل المتقدمه اوكي يطوي علاج يا اما نون بايولوجي يا اما علاج بايولوجي. اوكي فيب هي راح تكون على شكل لاينات. اوكي كل لاين راح يرفقوا لنا نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراج. اوكي بعدين مني اذا شافوا كلش حصلت حالته يطوا علاج يا اما بايولوجي يا اما نون بايولوجي. وهسه بالاخير نعرف شنو المقصود بالعلاج البايولوجي وبالعلاج النون بايولوجي. اول شيء راح ناخذ شنو؟ الدي ام اي ار دي دراج اللي هي شنو؟ اللي هي هاي. اوكي اللي هي ال هذه. اوكي هذه الادويه. زين، اول شيء راح ناخذ هاي الادويه. يقول انت الادويه عندك اللي ياخذوها اول علاج اللي هي منو؟ اللي هي الميثوتريكسيت. اوكي علاج الميثوتريكسيت احنا اخذناها مالتين بالكانسر. اوكي العلاج هذا الفكره من عنده انه شنو؟ اول شيء هذا العلاج تمام راح يروح يضرب شنو؟ يضرب المسار مالت من مالت الفوليك اسيد. اوكي اللي هو اللي راح يتحول به الى تترافوليك اللي هو النشط. تمام
تمام، فهو راح يضرب هذا المسار. زين، هذا العلاج اللي هو الميثوتريكسيت يستخدموه كشنو، كاميونو سابريسنت، اوكي، او شنو، مثبط مناعة، راح يروح للجهاز المناعي ويثبطه، اوكي. زين، يقول انه هذا العلاج يثبط الجهاز المناعي حتى لا يدز الخلايا ولا يدز شنو، لا يدز سايتوكينات، اوكي اوكي. زين، شنو الميكانيزم اوف اكشن مالت هذا العلاج؟ هذا العلاج راح يروح قلنا يشتغل على يمن، على تحويل الفوليك اسيد الى تترافوليك اسيد. زين، شلون راح يشتغل على الفوليك اسيد مباشره؟ لا، راح يروح الايد الفوليك اسيد، الايد التوجع مالته اللي هو الانزيم الدايهيدروفوليت ريدكتيز، يروح لهذا الانزيم يقول له الله بالخير يلا ثبط، ثبط هذا الانزيم، ما راح يخلي الفوليك اسيد، راح يتحول الى يعني تترا. زين زين، فيب هذه هي الفكرة معته. فهسه عرفنا الميثوتريكسيت، عرفنا عن يمن راح يشتغل، وعرفنا شو راح يساعد حتى يسوي انهيبشن للسايتوكينز وانهيبشن للسيلز. زين، شنو السيل اللي راح تتحفز بالشو اسمه بالروماتويد ارثرايتس؟ اكثر سيل راح تتحفز اللي هي منو، اللي هي المايكروفاج، وايضا عندي الليمفوسايت. زين، والسايتوكينات كل انواع السايتوكينات راح تتخبل اللي هي لغة الجهاز المناعي، بس اكثر شيء هو انترلوكين 1 بيتا. زين، السايد افكت مال علاج الميثوتريكسيت، علاج الميثوتريكسيت راح يسبب لي سايد افكت، اوكي، اللي هي مشابهه للسايد افكت مال الكانسر، اللي هي الميوكوزال ألسريشن، نوزيا، تمام، وياثر على يمن على الكبد. زين، ثاني علاج من الدي مارد دراج اللي هو منو، اللي هو الهيدروكسي كلوروكوين. زين، الهيدروكسي كلوروكوين اللي يعني نتخيله هو عبارة عن شنو، هو مضاد ملاريا، يعني يستخدموه بعلاج الملاريا، اوكي. هذا ايش راح يسوي؟ راح يروح للجهاز المناعي يسوي له موديوليتنج، يعني راح يعدل على الجهاز المناعي فيقلل، اوكي، من افراز شنو، السيتوكينات والسال، تمام، مثل ما عندي، مثل عندي التي سال، تمام تمام. يعني الفكرة انه انه راح يقلل من افراز السيتوكينات والتي سال حتى تروح المن للانتيجين بريزنتنج سال، لان انت عندك تي سال، اوكي، هاي التي سال تروح المن للانتيجين بريزنتنج سال حتى شنو، حتى تلتهم الشيء الموجود على السطح مالتها، اوكي، فراح تقلل هاي العمليه. زين، شنو السايد افكت؟ اوكي، السايد افكت، تمام، مالت من، مالت هذا العلاج اللي هو شنو، اللي هو الهيدروكسي كلوروكوين، هم ماتين نوزيا فوميتينج، اوكي. بس شنو اهم سايد افكت المفروض انه تعرفوها، اللي هو انه يسبب لي تسمم بالاذن، اوكي. لذلك المريض يقوم يسمع الاصوات اللي هي هاي بيك، او هاي الاصوات اللي هي تكون هيك ناعمه هيك، او اصلا ما يسمع مرات. زين، ثالث دراج، اوكي، بهاي المجموعة هو منو، اللي هو الليفلونوميد، اوكي اوكي. زين، هذا الليفلونوميد راح يثبط انزيم اللي هو الدايهيدرو ريت ديهيدروجينيز، اوكي اوكي. هذا الدايهيدرو ريت ديهيدروجينيز يستخدموه حتى يصنعون شنو، بايراميدين، اوكي اوكي. زين، احنا سامعين هذا البايراميدين وين الاساس مالته، وين شو، وين انه يشتغل على الدي ان اي وعلى الار ان اي. زين، انا اجيت وضربت هذا الانزيم، ما راح يجيني بايراميدين، ماكو دي ان اي وار ان اي، واني هذا اللي اريده انه اشتغل نيوكليار على الدي ان اي وعلى الار ان اي. زين زين زين، بعد هذا ايش راح يسوي لي؟ راح يروح للجهاز المناعي يقول له الله بالخير انعدل، اوكي. يعني شنو؟ يعني يابا استرخي كافي، لا تدزلنا لا سايتوكينات ولا تدزلنا خلايا، رحم الله والديك، لانه يابا تدمر الجسم وانت ما تدري، اوكي. زين، فيب هذه هي الفكرة من هذا الدراج. زين، هذا الدراج شنو السايد افكت مالته؟ اوكي، هذا الدراج راح يسبب لي دايريا، راح يسبب لي سكن راج، وهم ماتين كلش مهم انه تعرفون هذا الدراج راح يسبب لي هايبوكاليميا، كلش مهمة، ومن الممكن انه تجي شنو، MCQ، تمام تمام. زين، الدراج اللي بعد اللي هو منه، اللي هو السلفاسلازين، تمام. السلفاسلازين، اوكي، هو شنو راح يثبط، تمام، راح يثبط منه الاميون سيل اللي هي الخلايا اللي هي من ضمنها التي سيل والسيتوكينات، اوكي، هذا الشغل مالته. زين، السايد افكت اللي راح يسببها شنو، وجع بالراس، نوزيا، فوميتينج، راش، ويسبب لي ليكوبينيا. زين،
الجلوكوكورتيكويد دراج. قلنا هذه الجلوكوكورتيكويد تنعطى حتى شنو؟ حتى تقلل الألم، أوكي؟ حتى تقلل الألم، فهذه هي الوظيفة مالتها. نجي المن إلى العلاج البيولوجي، أوكي؟ اللي هو البيولوجيكال ثيرابي. تمام؟ تمام. هسا إحنا ذاك أخذنا نوع البيولوجيكال، هسا نجي المن للبيولوجيكال. البيولوجيكال ثيرابي هو اثنين عندي، اللي هو نيو تيومر نيكروسيس فاكتور ونون تيومر نيكروتيك فاكتور، أوكي؟ زين، نجي المن إلى التيومر نيكروتيك فاكتور. تمام؟ تمام. التيومر نيكروتيك فاكتور شنو هن الأدوية؟ أول شي عندي أدليوماب، أوكي؟ سيرتو ليزيوماب، وهم جماعة الماب، أوكي؟ وبعد عندي إنتان نيرسبت، أوكي؟ هذه هي الأدوية. تمام؟ تشون تذكروا إنه جماعة الماب وجماعة السبت. هذه الأدوية تستخدم هماتين حتى تعالج البيسورايتيك أرثرايتس والأنكيلوزينج سبوندلايتس. زين، الميكانيزم مال هذه الدواء شنو؟ أنت عندك مستقبل يسمونه تيومر نيكروسيس فاكتور ألفا، أوكي؟ هذا المستقبل المفروض إنه ينشط حتى يطلع التيومر نيكروسيس فاكتور، أوكي؟ هذا التيومر نيكروسيس فاكتور راح يسبب يدمر الأنسجة، فأنا شو أسوي؟ أجيب تمام دواء يقعد هنا حتى ما يخلي هذا الريسبتر يشتغل، أوكي؟ زين، بعد إيش راح يسوي؟ راح يعدل عليه من على الجهاز المناعي ويقلل شنو؟ يقلل منين؟ من الأعراض. زين، البيولوجيكال ثيرابي الثاني، أوكي؟ اللي هو نون تيومر نيكروسيس فاكتور. تمام؟ هذا النون تيومر نيكروسيس فاكتور عندي بي أنواع، أوكي؟ شنو هاي الأنواع؟ عندي أبا تاسبت وريتيو كسيماب وتو سيليوزيماب وتوفا سيت نيب، أوكي؟ زين، أوكي، أسمعهم غريبة. نجيهن واحد واحد. أبا تاسبت، أوكي؟ أو أبي هو أبا تاسبت، هيتشي ما أعرف إذا صحي اللفظ أو لا. المهم المحتوى، أوكي؟ يقول هذا الدراج تمام شي يسوي؟ يمنع النشاط مال التي سيل، اوكي؟ انت عندك انتيجين او انتيجين بريزنتنج سيل وعندك تي سيل، هاي منين جايتني؟ جايتني منين؟ من الجهاز المناعي. وهذه وين؟ هذه موجوده على يمن على هذه شايله الوليمه، تمام؟ فهذه تجي حتى شنو؟ حتى تلتهم الوليمه. بس يا عيني ترى هاي الوليمه هي النسيج مالت الجسم بس شويه تخربط، اوكي؟ فهي راح تجي وتلتهمها بدون ما تدري. فانا ايش اسوي؟ اشتغل على التي سيل وامنعها من انه تجي، تمام؟ عن طريق شنو؟ عن طريق انه انت عندك ارتباط ما بين التي سيل والانتيجين بريزنتنج سيل اسمه سي دي 80 سي دي 86. هي ايش راح تسوي؟ راح تجيب سي دي 28 تقعد هنا حتى تسوي البلوك لهذا الارتباط. تمام؟ تمام. زين، نجي المن الى الريتوكسيماب. الريتوكسيماب هو عبارة عن دراج، اوكي؟ هذا الدراج راح يجي يرتبط ويا من؟ ويا سي دي 20، تمام؟ اللي وين موجود؟ على الانتيجين بريزنتنج سيل، تمام؟ فبالتالي شنو؟ يمنع الارتباط تي سيل، اوكي؟ يعني هاي الانتيجين بريزنتنج سيل هذا الريسبتر مالتها يجي هنا يرتبط ما يخلي التي سيل ترتبط، اوكي؟ اوكي. زين، نجي المن الى التو سيل زماب. هذا الدواء ايش راح يسوي؟ راح يبلك الانتردوكين 6. من بلك الانتردوكين 6 بالتالي شنو؟ منع انه يصير عندي عمليه اوتو اميون ديزيز. وهذا العلاج هو مونوكلونال. يعني شنو مونوكلونال؟ شنو قصدين؟ يعني سبيسيفيك، يعني دايركت يروح الانترلوكين 6 ما يعرف غيره، اوكي؟ يعني هذا الشغل مالته. زين، التوفا سيتينيب، اوكي؟ هذا العلاج، اوكي، يستخدم حتى شنو؟ هذا راح يروح يثبط هذا الانزيم، اوكي؟ من راح يثبط هذا الانزيم شنو اللي راح يصير؟ اول شيء هذا الانزيم موجود داخل الخليه، من راح يثبط ما راح يخلي الخلايا تنقسم، بالتالي ما راح يصير اكو تغيير بالشكل، وبالتالي ما راح يصير عندي يعني يجي الاميون سيستم حتى يلتهمها. زين، الانكنيريا، اوكي؟ المهم الفكره انه هذا العلاج
الانكي وريا شنو الفكره مالته؟ هذا راح يسوي بلوك اوكي، او يشتغل ضد من؟ ضد انترلوكين واحد. من يشتغل ضد انترلوكين واحد هماته راح يسوي على الاميون سيستم موديوليتنج، وبالتالي شنو ما راح يخلي الاميون سيستم يجي يهاجم الانسجه، حتى شنو حتى يصير عندي اوتو اميون ديزيز.